الو الو، كأنه الساعة والتليفون مربوطين مع بعض. الو الو طالما ناوي انه تنزل تتنازل لك بالمحكمه معناتها خلصنا، ما عاد في مشكله. وبلكي عم تعمل هيك نوع من المماطله استاذ. المتهم بريء لحتى تثبت ادانته يا ابو عزيز. ايه لنشوف. عن اذنك. الو الو وين كنا ابو عزيز نحن؟ الو 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 نارا. اهلين عادي، شلونك اليوم؟ مثل كل يوم. وشلون بتكوني عاده كل يوم؟ مثل اليوم. ابدا حريشك ما العنك. حدا حكى بغيابي بابا؟ ايه. مين؟ تيتي وعزمتني لعند المساء على فول وتسقيه. اه والله تيتي بتطبخهم هدول الاكلات كثير طيبين. حدا اتصل كمان بابا؟ ما حدا. ابدا؟ ابدا. شو بدنا ناكل اليوم؟ مثل امبارح. يا الله كمان شرح وبطاطا. لك يا بابا هي اسهل اكله بالعالم، بعدين هذا اللي بيطلع بيد ابوكي، ومثل ما بيقول المثل ورجي عزرك ولا تورجي بخلك. بقى الله يرضى عليكي، لا تصعبي شروطك علي. يلا. طيب. شي جوزة احسن ما تجوزيني تعلمي لك كم طبخه. ليش انت علمتني غير الشرحه والبطاطا؟ مو مني تتعلمي بابا، تعلمي من تيتي نبيله او تيتي جميله. هي خالته ناديه عايشه معهم، ما بتعرف تطبخ شي. خالته ناديه مو فاضي لهالشغلات، خالته ناديه عم تدرس حاله المجتمع. الو الو. مين بابا؟ سكروا بوشي. لحظة أنا بجاوب. ألو ألو ألو، في حدا مستقصدني اليوم. هي مو أول مكالمة. مين بده يكون يعني؟ ما بعرف والله يا بابا. شو ما في حدا يفهم؟ مساء الخير عمي. اهلين سعاده كيفك؟ مساء الخير. اهلين 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 حبيبتي نارا عندنا. يا مرحبا يا مرحبا. اهلين ندوش. كيفك عادل؟ الحمد لله. كيفك انت؟ مرحبا.
شو طبختك اليوم بابا؟ فضحتيني معه، فضحتيني. الو ما حدا جاوب؟ ابدا. شو اخبارك؟ ماشي الحال الحمد لله. شو اخبار الفول والتسيه؟ عم يترستقوا. عم بقول لحالي الروايح هفه. لك حبيبتي شلون بتخلي جده يحمله؟ جده ختير مو قدران يحمل حاله. اسكت اسكت بحملك معاه. اهلين مرت عمي، كيفك؟ صحتك الله يخليك. بعرفك بتحب هالاكلات وبتشتهيتك فيه. كل عمرك مزوقه يا مرت عمي، كل عمرك مزوقه. الله يسلمك. الو لحظة نادي، أنا بجاوب أنا بجاوب. ألو نعم. ألو ألو، ما بدكم تحكوا؟ طيب مثل ما بدكم. إيش؟ الو الو، يلا بابا فوتي غسلي ولبسي بيجامتك. يلا حبيبتي يلا. صباح الخير. صباح النور. عدم مؤاخذة ما دام ما انتبهت لك. عادة هيك بتبدا الامور. عفوا مدام. اسمي سراء، ارملة من 5 سنين، عمري 30 سنة. ايه اهلا وسهلا. اهلا تفضلي. ترلي ما بدي عم فكر فيك كمحامي طبعا، بعد ما سمعت عنك كثير. اهلا وسهلا تفضلي. استاذ عادل انا بدي ارفع دعوى. ضد اهل زوجك طبعا؟ لا اسف، لكن ضد مين؟ ضد نفسي. كيف يعني؟ مثل ما سمعت. عفوا مدام، بس هي اول مره بشوف حدا بده يرفع دعوى ضد حاله. اعتبرها سابقه. طيب ما كان أفضل لإلك لو خليتي أي حدا يرفع دعوة ضدك؟ أنا ما إلي حدا، لا أهل لا أصدقاء ولا حتى أعداء. أيوة طيب. عفوا يعني ممكن أعرف شو هي التهمة اللي بدك توجهيها ضد نفسك؟ خطافة رجال. الموضوع جدي كثير. أنا آسف بس استغرب صراحتي. يعني أنا ما بحب الرجال وكمان بكره النسوان. ما بقدر أشوف وحدة عايشة مع جوزها بسلام، بحس إني لازم أخرب لبيتها. لهلأ صرت خاربة 7 بيوت، حالتين طلاق، حالتين زواج تاني، حالتين هجر، وحالة واحدة بس انتحار. انتحار؟ هي الزوجة كانت تحب جوزها لدرجة الجنون، كانت مريضة بالغيرة، يعني كان عندها استعداد نفسي للانتحار. عفوا بس هي يا مدام جريمة. بعرف، مشان هيك أنا حابة أعاقب نفسي. والله يا مدام مالي عرفان شو بدي اقول لك، بس عندي احساس انك انت غلطانه بالعنوان. بصراحه انت مالك بحاجه لمحامي، انت بحاجه ارجوك انك ما تاخذيني او تزعلي مني، انت بحاجه لطبيب نفسي. الطبيب ما رح يعمل شيء. على الاقل بيقدر يوصف لك حالتك وبيقدر يعرف اسباب سلوكك، وبتصوري بس عرفتي اسباب سلوكك بتقدري تسيطري على الحاله. أنا بعرف أسباب سلوكي، بس I am out of control. ما عم بقدر أكبح الرغبة اللي بتتملكني. ولا أنت لو ما كنت أرمل كنت خربت لك بيتك.
بتعرفي انه ارمل؟ بعرف عنك كل شيء. قبل شوي قلتي انك انت بتعرفي اسباب سلوكك، طيب ممكن اعرفها انا كمان؟ انا غنيه كثير، ورثت عن جوزي ملايين واراضي وعقارات، بس زوجي كان اكبر مني بخمسين سنه. شو بدك احسن من هيك؟ بالعكس، عفوا انا قصدي انه هلا يعني انت بامكانك انك تبداي حياتك من جديد، تتزوجي رجل بعمرك، تعيشوا مع بعض حياه هادئه وسعيده وتجيبوا اولاد. زوجي اشترط علي اما سروته او زواجي من واحد ثاني. اشترط عليكي ما تتزوجي؟ بس يعني عفوا ورجوا تفهميني غلط، يعني هذا شيء حاف بحقك انت هلا بذروه عطائي، يعني انا اكون مكانك بتنازل عن كل شيء بالدنيا مقابل اني مارس حقي الطبيعي بالحياه، اني اتزوج، اني اجيب اطفال. انا عاقر. انا اسف. طيب هو عنده اولاد؟ لانه ما بجيب اولاد اشترط علي اني يصير مثله. تصيري مثله؟ كيف يعني؟ يعني اتحول لعاقر. قبلتي؟ أنا يتيمة وعيت على الدنيا لا أم لا أب، قالوا لي إنه أهلي ماتوا بغارة جوية على ضيعتنا بحرب 67، بس أنا نفدت بأعجوبة، كان عمري أشهر، واللي لقوني حطوني بميتة. زوجي كان من المحسنين، شافني هنيك. عدم المؤاخذة، أنا في شغلة مالي فهمانة، يعني كيف زوجك من المحسنين ومع ذلك بيفرض عليك هيك شيء؟ ما بده ثروته تروح لواحد غريب حتى لو كان ابني، لأنه ما بيعرف شو رح يكون مصير هالثروة. طيب وبعد العمر الطويل شو رح يكون مصير هالثروة هي اللي بدها تصبح ملكك؟ رح تتوزع على الجمعيات الخيرية إذا ما بدتها. وأنت ناوية تبدديها؟ عم حاول، لأنه الثمن اللي دفعته أغلى من كل هالثروة. طيب إذا أنت معتبرة حالك دفعتي ثمن غالي، ليش لكان بدك تعاقبي نفسك؟ الرغبة الجامحة بتخريب البيوت العامرة هي نتيجة للغلط اللي ارتكبته بحق نفسي. يعني أنا عم عاقب سراب اللي كان عمره 17 سنة. طيب افترضي اني انا جاريتك وهالشي ادى لحبسك، معناها الثروه اللي حتتجمد لفتره وهذا الشيء ما رح يخليك تقدري تبدديها. ابدا مو شرط، في 100 طريقه وطريقه. طيب انت ليش مصره على تبديدها؟ لحتى انتقم من زوجي. بس يعني انا شايف انه حرام سيده مثل حكايتك لساتها صبيه يعني ضيع حياتها بالانتقام وتخريب البيوت وبالاخير تعاقب نفسها. استاذ انا عم عيش الاشياء يلي تربيت عليها والمشاعر اللي بحس فيها. بس انا شايف انه وعيك لمشكلتك بدل على انك انت انسانه ذكيه وحساسه وقويه، وهي صفات كفيله بان تحولك لانسانه مختلفه، لإنسانة حنونة، لإنسانة متوازنة، لإنسانة متفائلة. لا، لأنه فاقد الشيء لا يعطي. بعدين أنا جاي لعندك لشيء محدد، ما جاي اسمع نصائح أبوية شبعت منها. تفضل، هاي دفع على حساب. يا مدام يا ريت تشوفي محامي تاني، أنا قضايا من هالنوع ما بستنى.
الو الو صباح الخير. صباح النور، مين عم يحكي؟ المهم صار وقت تفيق وتشرب القهوة وتحضر الحليب لنارة وتروح على مكتبك. الو 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 تعملي اعياد ميلاد يا مايا. شكرا برهوم. ميرسي انتي سالمه ويا انتي سالمه نارا. ستايلك كثير حلو. ميرسي. استاذ عادل تليفون لك. اللي انا؟ ايه وحده بدها الاستاذ عادل. شو؟ كاني سمعت وحده. طيب يا عمو عادل. طب طب على مهلكم يا جماعه رح تصيبوا بالعين. يلا تفضلوا يا جماعه تفضلوا. يلا تفضل. الو؟ هيك ما بتعزمني على عيد الميلاد؟ الو مين عم يحكي؟ ممكن اعرف مين عم يحكي؟ بدك تكتل حلويات بخاف عليك من زيادة الشحوم. الو الو مين عادل؟ ما بعرف. يعني هلا معقول الواحد يجي تليفون على بيت مو بيته وما يكون بيعرفه؟ واضح انه في حدا عم يعاكس يا جماعة. مرت عمي معها حق. هي المرة عم تطلبني بالاسم. بس اللي انا مستغربه كيف عرفت اني انا هون؟ وكيف عرفت رقم التليفون؟ ايه بس باين انت حاططك ببالك على المضبوط يا عادل. الله سمعنا الاخبار الطيبه عادل. عادل قول الحقيقه ولا تخجل، نحن عائله وحده ما في حدا غريب. تذكر بجوز انت عاطيه الرقم. شغل نجيب، وين راح خيالك؟ روح يا نجيب الله يبعت لك وحده تلحقك من بيت لبيت. والله بركي بيت له. ايه ما انا لهون بدي اوصل. شو برهوم مستعجل علي كثير؟ ان شاء الله انت بتسبقني. والله بركي بخنق بالمحدد. هلا انت لو ما كنت ارمل كنت خربت لك بيتك. الحمد لله انا ما عندي حدا خاف عليه. وعادل كمان مرتاح لانه ما في عليه راقو. شو قصدك مالي؟
ما اعتبرني راقوب عليه؟ لا 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 انا ما بصدقك، لا ابدا فاتن. لا على كل، انا مو فارقه معي، يلاقي احلى واحسن مني وانا ما بزعل. مزبوط، مستحيل يلاقي. والله ما في حدا على راسه خيمه. والله هالتليفون جاب مشاكل اكثر ما عمل منافع. قصدك فرج الناس على حقيقتها؟ الحمد لله على صفحتي نظيفه. شو بيعرفني؟ ضلينا 10 سنين بلا تليفون. يا لطيف ما بعرفك. اكيد هي سراب، ما في غيرها. يا حلوين، لا مبين صحتكم عال العال وبتطيروا العقل. ليش لا طالما الطقس حلو؟ وانتي ليش مصفرة يا حلوة؟ لا علي انا معني عم بسقيكي على الوقت. الو ادم نبيلة؟ اي نعم، مين بريدها؟ مو مهم تعرفي مين، بس أنا ما تعودت أحكي مع ناس ما بعرفهم. معك حق،
أنا آسفة بس لما رح تعرفي سبب اتصالي رح تعذريني. وشو سبب اتصالك بلا زغرة؟ بدي أنصحك تاخدي نارة بنت المرحومة وتربيها عندك. وليش لتنصحيني هالنصيحة؟ لأنه مرت الأب قد ما كانت حنونة ما رح تكون أحن من الأم، وطالما الأم مو موجودة فالست هي أنسب وحدة، ما هيك تيتا؟ مين عم يحكي؟ أنا اللي رح يتجوزني عادل، هو مسكين محرج يحكي لكم الحقيقة، معه حق، يعني القصة مو سهلة، بس أنا وفرت عليه وعلي الوقت، بعدين أولتها وآخرتها بتكون تعرفوا، ما هيك؟ باي. سمعتوا؟ ابني عادل بده يتجوز، خلص نسي ليلى، ليلى راحت وما بتروح إلا اللي بروح. حتى نارا ما عاد لها مكان. حبيبتي يا نارا، لا أم ولا أب. نبيلة جميلة، أنت من أمتى هون؟ لازم تتوقعي هاليوم من زمان. جميلة اوعي تفتحي السيرة لحدا. ها شو رح تستفيدي اذا خبيتي؟ بعدين بصراحة عادل لساته بعز شبابه ومن حقه. بعرف بعرف، بس صعبة يا جميلة صعبة، بعدين باي انت وحدة قادرة. يو مني هاي؟ عروسة عادل الجديدة. وشو عرفك؟ بكل وقاحة اتصلت فيني وطلبت مني اخذ نارا. يخرب بيتها، يعني هي اللي خبرتك؟ ايه هي. أنا حسني قلبي إنه هالتليفون مو طبيعي، يوم كنا بعيد ميلاد مايا، معقولة تكون وقع لهالدرجة؟ أنا كنت مفكرة إنه هو اللي خبرك. قال عادل محرج يخبرني. كل شي فهمته، إلا إنه عادل يستغني عن نارا مستحيل. وأنا هيك مثلك كنت محسبة، الظاهر يا جميلة كل شي بهالدنيا عم يتغير. شو اسمك يا عمو؟ اسمي سراب. اسمك حلو، انت كمان حلوة وجدايلك كمان حلوين، مشان هيك رح أعطيك هدول. مشان شو هدول؟ مشان تشتري فيهم أكلات طيبة وتحبيني. توعديني بس تتجوز ما تفكي جدايلك ابدا. انا ما عندي اولاد، مشان هيك بحب الاولاد صغار. مرحبا حبيبتي، انتي نارا ما هيك؟ مرت عمي؟ ايه ميت اهلا وسهلا. شو هالمفاجأة الحلوة هاي؟ ميت اهلا وسهلا. تفضلي شرفي تفضلي. اهلا وسهلا. انا جاهزة، بأي لحظة بدك تبعت نارا رح نستقبلها بقلبنا وعيوننا. ليك المحتالة ليك، والله ما قالت لي انه بدها تزور عندكم. مرفق الله يرضى عليك، اعملي لنا لحماتي فنجان قهوه مرتب. عادل ما في داعي للمراوغه. مراوغه؟ انا عرفت كل شيء، واختصارا للوقت خلينا نسرع بالموضوع. مرت عمي انا ما عم بفهم عليكي، انت عن شو عم تحكي؟ عادل
أنا ما بدي أحرجك، أنت حر بتصرفاتك، أعمل اللي بناسبك، بس نارا، نارا ما لها ذنب. ذنب شو؟ نارا شكت لك من شيء؟ ما شكت لي من شيء. مرت عمي، أنت شغلتي لي بالي فعلا، شو لامسي من ورا ظهري؟ من حقك يا عادل إنك تتجوز، بس مو من حقك أبدا إنه تفرط ببنتك وحيدتك. تجوز؟ فرط ببنتي؟ أنت شو عم تحكي مرت عمي؟ مين بده يتجوز ومين بده يفرط ببنته؟ لا تنكر يا عادل، قلت لك من حقك. لحظة 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 لحظة. وأنت كمان مرت عمي لا تراوخي معي، وكوني صريحة. قولي لي شو اللي صاير معك بالضبط قبل ما تجي لهون. اتصلت فيني وحدة وطلبت مني آخذ نارا، قالت لي أنا وعادل بدنا نتجوز. هيك قالت لك بالحرف الواحد؟ والله قصة. أنا ما حرق لي قلبي إلا نارا المسكينة. وعم تبكي كمان. لك بدك كان يضحك مثلك. مثلي وأكثر. ممكن أعرف شو اللي بضحك بالموضوع؟ والله أنا شخصياً فرحان لأني محظوظ. محظوظ؟ إيه نعم، محظوظ بأحلى حماية بالعالم. لك صدقيني بعمري ما كنت متخيل حب وحدة قد المرحومة أمي. عم تحكي عني أنا؟ إيه ستي عنك أنت. لك نفسك تخلى عن بنتك وحدتك ليش؟ إنه بدي أتخلى عن بنتي وبدي أتجوز، لك اللي قالت لك هالكلام وحدة كذابة. كذابة؟ لك يا ستي كذابة وستين كذابة، هي وحدة مجنونة صلى الله على أنتني كم يوم ما عم تحل على كتافي، بعدين هي ما فيها تتجوز، لأنه إذا تجوزت كل المصاري اللي ورثتهم من جوزها بروح للجمعيات الخيرية، هو جوزها هيك وصيته. لكن ليش كذبت علي؟ لأنه وحدة معقدة، ما بتحب تشوف حدا مرتاح ومستقر ومبسوط، هي اعترفت لي بهالكلام بعظمة لسانها. الله لا يوفقها، سيبت لي ركبي، طيب كنت خبرني لحتى آخذ احتياطاتي. الله وكيلك ما خاطر لي إنه تصل له. على كل مرت عمي من هلا ورايح بتخبر الكل اللي صار معك ها؟ حتى يكونوا بالصورة. كأنه كابوس. كابوس. أنا لسه ما اعترفتك ها؟ معقولة ثقتك تكون فيني هيك؟ لك معقولة تنهز من أول نفخة؟ فكرة التخلي عن نارا عملت لي قلبي ما عاد شفت قدامي. معلش يا عادل، هي مرق لي إياها. وفكرة الزواج؟ اصحك تفكر يا عادل. إنه في يوم من الأيام ممكن وقف بطريقك، بس لازم تكون بنت حلال وتستوعب علاقتك فينا وتحب نارا، وهذا أهم شيء. اطمني مرت عمي وصدقيني ما في بذهني غير شيء واحد، هو إنه ربي نارا ودير بالي عليها وعوض الحنان اللي فاتت، زائد إنه هلا عازمك على الغداء عنا أنا ونارا. بس أنا مالي مخبرة حدا بالبيت. مو مشكلة، هلا بنعمل لهم تليفون. يلا قومي مرت عمي. السلام عليكم مدام سلام. السلام عليكم. بس دقيقة. كمل أكلك. أهلين عادل. يلا تفضل. نعم أعطيني شوية كراسي. فعلا حماتك بتحب تعال. خير يا عادل سلامتك. شو بعزز بشي؟ شو عم تعمل هيك بيتي؟ شوي شوي حبيبي. انت تعبان؟ ارتاح حبيبي. انا بلغت الكل وليكن جايين يباركونا. مو هيك نارا؟ مبروك بابا. اطلعي من بيتي فورا! هاي عقدة الذنب، بس الدكتور قال لي انه رح يطيب. طيب يا عمو طيب. انا مالك هدي حالك. لك شو هدي حالي؟ انا هدي حالي انا؟ لك انا ما بدي هدي حالي لما تطلع هالمجنونه من بيتي. بسيطة عديل بسيطة، لا تكبر الموضوع، شيء طبيعي انك تتزوج. ايه وبعدين لازم تعيش حياتك يا اخي، وتأكد انك رح تضل صهرنا العزيز ونارا رح تضل بنتنا. ولا يهمك عادل، جربت حظك اول مرة، ايش شو المانع تجربه مرة ثانية؟ يعني معقولة يا صهري تعيش اسير الماضي؟ طبعا يا عادل اخي، خلص يعني الماضي راح بسبيله. بعدين مثل ما بتقول ام كلثوم، قول للزمان ارجع يا زمان. يا اخي انت لا راح تكون اول واحد ولا راح تكون اخر واحد، بعدين هي سنه الحياه لك عادل. شو بعدين حميد ربك، الله بعت لك وحده مثل سراب حنونه ومتفهمه، واهم من هذا كله انه نارا حبتها وارتاحت لها. صح بابا، انا كثير مرتاحه لخالته سراب.
أنا عتبانة عليك يا عادل. هي كل هالأيام ما بتخبرني وأنا اللي معتبرة إنه إحنا أصدقاء. طب يا أخي استشيرني استشيرني، باخدك أنا لعند أحسن طبيب. حتى أنت يا نادية؟ ممكن أعرف يا مدام سراب عادل من شو بيشكي؟ أبداً ما بيشكي من شيء، ليكو مثل الفلة. اسمحي لي أقول لك يا مدام سراب، أنت وحدة مريضة ومعقدة وتحبي خراب البيوت لعمرانة. لا 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 يا نبيل عيشي، ما بصير هالحكي ما بصير. هاي المرة كذابة، بس للأسف ضحكت عليكم، ما بعرف شو فهمتكم، بس أكيد هدفها تدمير عادل لأنه ما أعطاها وش. اليوم الصبح اتصلت فيني وطلبت مني آخذ نارة من أبوها، وجميلة شاهدة على الموضوع، مو هيك يا جميلة؟ بجوز فهمتي عليها غلط. كمان أنت يا جميلة قدرت تضحك عليكي؟ المدام سراب بتشتغل ممرضة عند الدكتور هاني للأمراض العصبية، تعرفت على عادل هنيك وهي متابعة حالته واتفقوا على الزواج. تقرير طبي. بعد فحص المريض على عدة جلسات متعددة تبين أنه مصاب بحالة فصام نتيجة عقد الذنب يعتقد أنه ارتكبها بحق زوجته المتوفية، مما أدى إلى محاولاته المتكررة لمنع نفسه من الحب أو الزواج أو أي علاقة يمكن أن تربطه بامرأة سواها. لذا فهو مهدد بالانطواء والانكفاء على نفسه وربما تدمير ذاته. ومن أهم أعراض هذه الحالة توتر عصبي عند إقدامه على أي خطوة نحو الارتباط تترافق بتحطيم أي شيء يراه أمامه. هي الأعراض ما هيك؟ هذا اللي كنت خايفة منه. لك هاي واحدة مجنونة، لا تصدقوها. لك أساسا هي بعظمة لسانها قالت لي إنه ما بتقدر تتجوز مشان ما تروح عليها الثروة اللي ورثتها إياها جوزها. فداك الثروة حبيبي، أنا بدي أتنازل عنها كرمال عيونك. ولك أنا ما بدي منك شيء، أنا بس بدي شيء واحد، شيء واحد بس، إنك تطلعي من بيتي، تطلعي من حياتي. لك أنا، لك أنا اللي حارفع عليك دعوة افتراء. قديش حكمة هاي؟ مو بس هيك، رح ارفع عليكي دعوة تزوير اوراق طبية. عظيم. وانت حاصفة. ممتاز، بظن هيك صاروا محرزين. ما برا برا، طاي من بيتي، طاي من بيتي، طاي. لك ان شاء الله هالدعاوى رح يحطوها 16 شهر بالحبس يعلموها التوبة. وانتو شو صاير لكم انتو؟ ممكن تفهموني شو صاير لكم؟ ممكن تفهموني كيف خليتكم تتوا؟ هلا انا طلعت مجنون؟ هلا انا طلعت مجنون؟ بصراحه يا ابني يا عادل، هالانسان غريبه عجيبه، يعني خلتنا نصدق بانك مريض. السبب طبعا بنتنا، ولانه نحن بنعرف معزه المرحومه عندك، يعني كنا حنصدق. انت بتعرف يا عادل، يعني نحن مو طالبين شيء ومو رايدين شيء غير سعادتك وتكون هيك مطمئن هذه البال. هذا موضوع انا اللي بقرره، انا مو وحده معتوها مثل هي وانتم بتصدقوها. بس الشهاده لله حلوه. برهوم برهوم الله يخليك، انا مالي ناقصك. يا عادل شبك يا اخي، عم يمزح معك. بعدين هي فعلا حلوه، ويمكن هذا الشيء هو اللي خلانا نصدق الموضوع كله. ما هيك؟ بس مع الاسف يعني طلعت مثل ما بيقول وديع الصافي، حلوه وكذابه. انت شو قصتك اليوم مع الاغاني؟ قبل شوي ام كلثوم وهلا وديع الصافي، مالك بالعاده؟ شو بكي انت كمان ما عم تلقي مزح؟ لك اي والله حيرتي قلبي معك، شو بك؟ اي والله المغامره بالحياه حلوه كثير، يعني بتحرك المياه الراكده. اي انا حاسدك عديل نيالك. عرفان كيف بدي اطلع منها. الحمد لله الحمد لله خلصنا منك.
دخلك لهون؟ أنا دخلتها بابا. أنتِ؟ ليش ما بتعرفي إنه ممنوع تدخلي ناس غرب على البيت؟ إيه بس خالته سلام ما أنا غريبة. شو بدكم تجننوني؟ لك قلت لك ما بدي أتجوزها. إيه وهي اقتنعت. بس قررنا نصير أصدقاء. أنت وياه؟ إيه بابا. طيب. ألو شرطة؟ أهلا وسهلا. تفضل شوف موجودة بغرفة بنتي. أنا تحت تصرفكم. الأستاذ عادل عم بيقول إني اقتحمتي منزله وحاولتي تضليل بنته القاصر بمعلومات كاذبة، شو رأيك بالكلام؟ أستاذ عادل عم يحكي مزبوط. تفضلي معنا لكان. أنت اللي خليتي الأمور تصل لهون. قلت لك من الأول بدي أرفع دعوة. بس ما وافقت. أنا كنتي قاصدة الشي اللي عملتي. طبعا حتى أثبت لك أنه كلامي كان مزبوط. شفت بعينك كيف بقدر أخرب البيوت؟ شفت جدا. بس على فكرة أنا حبيتك فعلا. تطلعي تدافعي عنا قدام الشرطة. كنا ما خلصنا. كنت بدي اطلع بس هي ما خلتني. بابا لا تنسى انها يتيمة ومظلومة. شربتي حليباتك بابا؟ لا وانا ما شربت قهوتي.